اخر شيء برفع الجروب Thank you.
Serviziale non si dà esiste, non ha mai lì, a fuori attraverso il sonno. Il confronto è scelta e le parole del Santo Duomo del Re, cui c'è la persona. Presenza di tutte le condizioni di persone che stanno in
يعني هو بيقول الصعوبه في ايه بقى الصلب دي اللي معناها ايه معناها ان الفلويد مضبوط او مضبوط جامد عشان يبين في الفلويد معناها ان درجه الدفع ايه عاليه He suffered from regurgitation of undigested food. And last, if you call it, the undigested food. Halitosis, and then halitosis. You know, I'm asking if I give a half hour when we get out of the film. We often receive the course of antibiotics for treatment of pneumonia. Yeah, I need to do it. I mean, I know I have some pneumonia or self-force antibiotics, but pneumonia has to be made. ان في اسبيريشن حاجه داخله فيه الريسبيراتوري باسجز مع الريسبيريشن يمنشن ذات سام تايمز في نوتس فود اون ذا فيلو ابون اويكن ان ذا مورنينج يعني قال ان هو ساعات لما يصحى الصبح بيلاقي في فترات اكل على المخده دي راجعه من ايه؟ من الاور بيرج بتاعه اكس راي اوف بيريم سوال از شور ايه الاكس راي اوف بيريم سوال؟ ياخد بيريم اللي هو في الميه ويخلي العين بتاعه ساعه البلد ومصور زي ما انت شايف اهي ادي الاسوفيكس الحته دي فيها باوتش يعني فيها ايه؟ والمفروض يبقى ديو كامله الخروج اللي ورا ده اللي احنا بنسميه اوسيفيرنوزيس اوسوفيجيال تاي فيرتيكال انتيريور ولا بوستيريور؟ ليه مش انتيريور؟ هي بوستيريور فيرتيكال ورا كده هو احنا كده ده اللي احنا بنقول عليه بارشن تاي فيرتيكال اللي هو ايه؟ فولس لايف فيرتيكال المصر بتاع الدور بتاع السوبرس مش داخله في على شكلها بيأكيوميليت فلويد وفود ويعمل اللارج سايكل يضغط على الاسوفيكس هو اللي بيعمل ايه؟ الاستيج او الصعوبه فين؟ السوالي طبعا الفيرتيكال ده بيبقى مليان فود وبالتالي ما يحصلوش اي ديجيشن ما يحصلوش الاتش اس ال بتاع الاستومك السوالي التاني هو الارض الفينشال في الاستيج ايه اللي جا طبعا عباره عن بارشن ضعيف بتبقى يعني سببه ايه؟ فيلير اوف ريكسيشن اوف سوبيريو كونستريكتور مصر في فاركس ويعمل البريشر ده من جوه الحته دي وتروح الجلوكوزا خارجه من بين المصر عشان كده اكسبوز طيب فيرتيكال يعني الكوست بتاعه البريشر يزيد قوي وتخرج الجلوكوزا من بين المصر برضه السوبيريو احنا لو تفتكر في الشرح قلنا ان السوبيريو كونستريكتور مصر عامل زي صواعق من قدام كونفرجن وبالغلط فمع ان الفرشه من هنا من السهل الجلوكوزا تخرج من بين الفايبرز والسيل وتعملها في الفايبر دي كمان. وات ار ذا كوميونيكيشنز؟ ديستريشن واحد اثنين اوسولوجيا اوبستراكشن ثلاثه اربعه كانسر يعني يحصل في الفايبر دي كمان نفسه ايه؟ كانسر نتيجه الاستيس والكرونيك اريتيشن للجلوكوزا. طيب برضه في حاجه ظريفه نقراها كده مع بعض. في مين 56 years old presents with difficulty in swallowing. مجرد ما تبقى difficulty in swallowing في حاجه ضغط او غفله تبقى صافي بس على طول. Condition is suffered since 5 months يعني العمليه اتبلت من 5 اشهر with progressive worsening of the condition يعني كل ما العمليه عملت سوء. تزداد سوء معناها ان درجه الاوبستراكشن عماله ايه؟ تزيد. Unintended weight loss was noticed يعني هي لاحظت ان وزنها بينزل من غير ما تقصد يعني زي ما قلنا تبقى تعمل دايت وتعمل مش كلينيكال اكزامينشن بيجيب ان لارج ليفت سوبر كلابيلا لينف نوت يعني الفحص العادي وبرضه كده هيكون في ايه؟ ليفت سوبر كلابيلا لينف اكس راي ويز فاري سوال ويز فاري هي اللي مهتمه بيه زي ما انت شايف ان هو ده انترتيفرال كولن ادي اوسوبينس قارن الحته دي مع هنا تلاقي الحته دي فيها نارين وفوقها حصل ايه؟ يعني دي سكه السكه المفروض في ستيزس عشان كده في بروكس من ايه؟ دايلتيشن. واتس يور دايجنوزس؟ خاصه ايه؟ كانسر اوسوفيكس يعني احنا بنتكلم نقول كانسر اوسوفيكس. وات از ذا كروس بيكتشر اوف ذا ليجن؟ اللي انت بتقول دلوقتي هو ايه؟ يعني فرجيتنج ولا سيرتي ولا حاجه فرجيتنج اللي هو الانجل وهو الانفلتريت لان هو واخد ايه؟ سيجمنت What is the microscopic picture? The cancer of esophagus is great after microscope. Esophagus is part of the cell. So the first microscopic picture of the cancer of the cell. That's the part of the communications and communication.
applications. What are these measures? Thank you.
في لديتي كي فوق في نفس البيكشر كده موجوده بس بدل ما دي تبقى دي اوسط حفره هتبقى حته ايه مقفوله برضه تعرف ان دي جيل بيرتيكالز. العجله جميله جدا اللي هم منظورين اهو اللي على الشمال ليه واللي على اليمين ليه؟ على الشمال بيرتيكال ولا اليمين؟ واللي على اليمين ليه؟ اول حاجه الليبس بيرتيك دي، ثاني حاجه السايز. فده انت اكتر في اللونجست بان هتبقى على ارض السماء. لو اكتر من 3 سنتيمتر اوعى تتفرج هتبقى دي اكيد ايه؟ مالجننت ارسر. فبص من الناحيه اليمين الارسر واضح جدا ان حجمها كبير. الروجين تقريبا اختفت. ما هياش بكتيريا هنا هنا. الارسر في ايه؟ كونفرشن في الروجين. هتقول عليها بس انت تقول لك عشان دي كل الارسر كريتر. عامل زي البركان. يعني البركان بيبقى شكله ايه؟ ضويفه تحت عشان كده هو الارسر كريتر اللي هو كاركترستيك في البيرفكت ارسر او البنايت ارسر. دي انسرت في كارسنوما في الصبح. فلان ترانسفير في الشكل الحته اللي هي الروجي بايع فيها دي دي مفيش فيها تاني التفاصيل دي الميوكوزا وعندوس ده يكون سلاش كونفرجن من حاجات والحجم ايه؟ فخم جدا. فدي على طول مريم ارسل. ايه؟ لا ما هو هي خدت شكل مريم ارسل ايه؟ لان هي اصلا كانت فانجدن الفانجدن مش متوقع المكان بتاعه هو اللي بيديك الايه؟ الكانسر. الحقيقه بس الكانسر او الكانسر بتاع الاسئله على الكيس الاولانيه وقت الميكانيزم هو بين اكسبوجر بتاع الفلور الاصغر للجاستيك اكسيال. عشان كده احنا قلنا لما تروح في الجسم دي قال لك ان هو واخد ويت لوس. يعني البيشنت واحد ايه؟ الويت لوس كده زي ما قلنا بتاع الجاستيك اصلا ما بيبقاش ياكل. لان الاتش سي ال خفيفين تلتين ويمكن بيجنتين او بيتعاملوا معاهم في الفومتك. يعني بيفومت عشان ايه؟ تقفوا تلتين عشان كده بيحصلوا ويت لوس. السد كويسن هو ذا كوز اوف ويت لوس ريبيت فومتنج. اللاست كويسن هو عندك كومبليكيشنز جاستيك ريبيت لوس سيل كومبليكيشن. نمبر 1 بليدنج اللي هو الابيلس ستاند. نمبر 2 بيرفوريشن. البيرفوريشن ليز تو هارت ريتيناتس ويتش تاب بيرفوريتس كيميكال سكند كيميكال لا كيميكال سكند كيميكال. طيب ولو حصل فيبروزس اور بلس ستومك والماليجنسي 1%. لو دي دون الكريتيك ارسر ليه لو بيرنس ماليجنس. ايه؟ في ماس دي فود ريم من سيرفا في ميكروز. وده على فكره انا العيان ما بتحضرش كويس. يعني مثلا لو انت بتعمل العيان كانسر كول الاوبريشن لازم يبقى في البيت قبل الاوبريشن كتير غالبا والكولون يظبط خالص. ده برضه قبل بس بص دي او انا اعمل دوره جيلاتين بص المفروض ايه؟ ما كانش عشان الاستومك تبقى امتى تبقى كلين وتقدر تشوف كويس. تعال بص الحاله دي الحاله دي لو انت شفت الفيجر ونقرا مع بعض كده ونشوف هنتصرف فيها ازاي. 25 year old white man presents with general practitioner with cramping abdominal pain for 2 days. لما بتحس abdominal pain في نوع اسمه cramping abdominal pain. What's meant by cramping؟ يعني حاجة كده في الفشل. وده means what؟ إن في something is contracting vigorously. يعني في حاجة بتكونتراكت فول. إيه اللي ممكن يكونتراكت في الأبد بتاعك فول؟ كولن. Anything it confuses most muscles as تحسن مين ده؟ اليورين مش كده؟ لو اليورين لو حصل كونتراكشن استصباري كونتراكشن تخليك يجي لك هنا كوليك. انما لما في كرامبنج في الابدون ده معناه ان في انتستاينال كونتراكشن والكونتراكشن دي ار ايه؟ ار سترونج. طب وين ذا انتستين كونتراكت سترونج؟ ايه ذير از؟ اوبستراكشن. لو في حاجه
بداية من الإيفاكيويشن تطور الكونتراكت اللي عملت عشان أضلك على الحاجة دي تبقى في كرامبنج يبقى معناه إن في إيه؟ سمثينج عامل أوبستراكشن تكمل. He reports having loose stools and losing 6.8 kilograms over 3 months duration. يعني في هنا weight loss. The weight loss أسباب كل general causes of weight loss. Either malnutrition or malabsorption or ligaments. لما عندك malnutrition ما بتاكلش كويس، لما بتاكل في مال، absorption في ligaments العملية أنت تقول الريت وبالتالي الميتابوليزم بتاعتك أعلى من الأنابوليزم بتاع الويت لوس بيحصل بالراحة دي. He also reports increased fatigue. What does this mean? Increased fatigue يعني إيه؟ يعني مفيش إنرجي يعني إيه؟ خلاص شاطر. On physical examination, essential 7.6 other vital signs are within normal limits. Abdomen is soft with normal bowel sounds and moderate tenderness in the right lower quadrant. يعني على المكان بتاع الأبندكس there is tenderness. دول اللي هو البدر فاكر ان يعني مكان ايه؟ انتوا عارفين ان الارض بتقسم الارض اللي كان ناقص 9 3 تحت 3 فوق 3 ونص اللي تحت عليه من اسمه ايه؟ اللي هو الاوتر البدر اللي هو بتاع الدرجيه الخاصه بتاعتي كانت خاصه. طيب without guarding or rigidity ده very important بقى لان انا لما يكون عندي بين او تندرز اللي هو البدر لما اتكى كده يشيل بين This is a sign of appendicitis. برضو الابندكس ما في تندر نسفين رايت لور كوادرنت بس الابندكس هي حاجتين ريجيديتي يعني تلاقي الابدومينال فول ناشف عند المكبرني بوينت ولو انت كومبرس المكبرني بوينت فور هواي وبعدين ريليس يور هاند بسرعه البيشنت بيتصوت من البين البيشنت فيل سيفير بين كان اسمه ايه؟ ريباوند عشان كده هو قال لك ايه؟ وذاوت جاردنج فور ريجيديتي يعني مفيش ريجيديتي مفيش الجاردنج اللي هو الريباوند فلون ان البين يبقى اكسجريتد كويس ريليس اوف ذا ريكشن. ريكتال اكزامينشن از نورمال اند ذا ستول از جواي بوزيتيف. واتس ميند باي جواي بوزيتيف؟ خدتوه في البايوكيمستري جواي تيست البنزيدين تيست مش ممكن دلوقتي اف ذير از بلاد ان ذا ستول اف يو هاف بلاد ان ذا ستول البلاد ده مين بيه لارج امباوند وبالتالي يكون روسلي فيزن عم بشوفه بايه؟ طب افرض مينيمال امباوند في البلاد مايكروسكوبي ما بشوفوش فبعمل له حاجه اسمها ايه؟ كوايرد انفيست او بنزيدين تيست ده عشان تديتكت اني مينيمال امباوند في البلاد اسمه ايه؟ كوايرد تيست او كوايرد انفيست او بنزيدين تيست يبقى معناها ان البيشن بتاع عنده ايه بقى؟ سام سورت اوف اوستراكشن and this is a cause of the cramping pain and mucous spinal contraction وفي some condition causing a bleeding, minimal bleeding, وفي weight loss. Right. The rest of the examination is unremarkable. يعني بقية الفحص ملوش قيمة. الصورة دي عبارة عن كده. This is small intestine. Here. شايف الوجيه بتاعتها؟ Transverse. وبعدين تمشي كده. This is the cecum, this is the appendix, and this is the cilium. الباثولوجي اللي هي الترمينال ايريا زي ما انت شايف كده ايه؟ من فيجرينج اوف ذا وول اند نامينج اوف ذا اليوم شوف اليوم هنا كام واحد اثنين شوف هنا بقى ايه كذا ونص اليوم هنا نعم which means ان الوول از ثيكن او لا عامل اوبستراكشن هو ده الكوز اوف الكوز اوف اوبستراكشن The cause of obstruction هو ال increase in thickness of the wall. طيب، ايه ال disease which affects the dermal area؟ Crohn's disease. Crohn's disease. عندنا حاجة اسمها inflammatory bowel disease. What's meant by inflammatory bowel disease؟ Crohn's disease و ulcerative colitis. This is Crohn's disease and it affects the dermal area. We, the most important characteristic feature of part of the cross picture is a couple of stone appearance of the mucosa. يعني المكوزة تبقى عاملة couple of stone appearance زي ما انت شايف. هشوف اكثر من الهاي باور يعني شوف صورة هاي باور اكثر. اهو. This is very nice picture. ايه اللي انت ملاحظه يعني؟
This is the synthetic fat. This is the other stone. Yes. These are the ulcers. Dermalin sanitary, the ulcers. And on the ulcers, is the ulcers, these are characterized by hormonal ulcers for certain lights. One of them are longitudinal ulcers and edema. Another one of the ulcers is roughly superficial. How about the ulcers in the mucosa that Crohn's disease? In a particular mucosa, one or the arm of chronic spinal obstruction power, terminal ear vena, stroke or very demand, absorption over the suburb of the cause of weight loss in this patient. A shakina, a mega detection detained. This is a terminal medium affected with a part of the area is in LC of disease. LC, among other medical diseases characterized by skin lesions. What's meant by skin lesions? The fifth segment within another segment of uterine resection and anastomosis as a management is from Matash Amelon. Often described as cramping. What would I mean? Cramping
سبين فيبر بيربطوا على الايت، كل فيبر معناها ان في ايه؟ في ايتس، يعني في انفلاميشن. فبيربطوا على الايت، الايت بتعمل ايه؟ ايه بيربطوا على التوكسين، يعني التوكسين زي ما تكون عندك مثلا انفلونزا او مكتوب تلاقي عندك نفسك مسدود، ده دي التوكسيك. كل نص بيوصلني يعني اتعمل منظار على الكورن، المنظر اللي انت شايفه المنظر ده لو دققنا فيه عشان ما توقعش في الحاله اللي بتقول عليها برونز ديزيز. This is ulcerative colitis. طيب دقق كده معايا خطوه خطوه. لوك تو ذيس اريا وذيس اريا وذيس اريا. دي ulcers. دي ulcers ما هياش longitudinal and it was not green. فدول الulcers of ايه؟ ulcerative colitis not of برونز ديزيز. بالاضافه كمان المزنجر افكت ما هو زي حاجه اللي شفتها اللي فاتت. اللي فاتت كان فيها ايه؟ فقر يجوز الفرد تحس ان الفرد توتال او كلافيه احنا لقيناها. المزنتريك فات از نورمال. فدي فيري سيمبلي كيس اوف انسرتيف كولايتس. برضه التريتمنت بتاعته بتبدا بالبوكيت سورت. فالدايجنوز انا بتاع الحاجات اللي بتبقى مهمه. 50 مين في مين ويز ماس في الريجاسترين موفينج وذ ريسبيريشن. يعني لو عامل ماس في الريجاسترين لو اتحرك معاها بس لو جاي تطلع وتنزل مع نور من فوق دافرام. طيب طب اذا فتحت الدافرام ولا بطل الدافرام بالنسبه لي؟ كيف يكون في سوسبريشن؟ يبقى في لغه دافرام ولا بطل دافرام؟ بطل دافرام مستحيل مستحيل هتطلع لفوق هتشوفها في السورس ازاي؟ هي بلود دافرام اكيد بلود ايه؟ تاخد نفس تنزل لتحت وبعد كده تطلع لفوق. طيب وعنده فوميتنج وعنده دارك فاول ستول اند ويت لوس. يعني الستول بتاعه دارك وايه؟ اوفنسيف وفي ويت لوس فور تو ماسز. الاكزامينيشن في ليفت سوبر كافيكولار نود اسبالدر في اللارج دي ليفت سوبر كافيكولار ليف نود. كاستروسكوب واز دان بايوبسي واز تيكن اند جاستريك موسكوبومي. يعني عملوا الموسكوبيك اكزامينيشن خدوا بايوبسي وعاملين جاستريك وانس انك انت تقرا جاستريك وتفطر بايوبسي معناها ان البايوبسي ده كان ايه؟ عليك عشان كده شالوا الاسطوانه. This is the whole stomach. كل الاسطوانه زي ما انت شايف السايز بتاعها از انكريز والوول از ديفيوزلي سيكند. This is the liver bottled down into the dripping carcinoma. بس هو اللي بنسميها لاينيتس بس الكلاسيكية دي الديفيوز انفلتريتنج كارسينوما. ديفيوز يعني ما فيش حاجة ازاي بتقول ديفيوز انفلتريتنج. ساعات احنا بنقول انفلتريتنج كارسينوما ديفيوز بس هنا بنقول ديفيوز انفلتريتنج يعني وات داز مين؟ ات مينز انها انفلتريتنج كارسينوما اند افكتس اول ليفز اوف ذا جاستيك وول. ما خدتش حته خدت كل الرسومه بطولها فعشان كده فعلا ديفيوز انفلتريتنج. ده البوستيريور سيرفس اوف الستومك اللي هو السيروزال سيرفس. في لارج بنت نودز في السيروزال سيرفس ده معناه ان ايه؟ الستيج عالي يعني في نودال افكشن دي انفكسس. طيب التيبي انسرز في الانتستين فكروا بالتيبي في المايكرو هو في الانتستين انواع التيبي في الانتستين سايز برايم اي بول سكند سكند في الانتست سبايك يبقى انسر لوك الدايجرام هنا او الصوره الانسر بتاع التوبيه ان تست على ترانسفيرز اصلا. يعني ايه ترانسفيرز ممكن كتير من الممكن ان هم مين؟ الطيفويد. الطيفويد ناس صغار ترونتيك يعني اللونج اكسس بتاعته بيبقى بارلل واللونج اكسس هو فين؟ انتست. اما بقى هنا اللونج اكسس بيربنديك عشان كده بيكون الترانسفيرز هو جلد الانسر. يعني جلد الانسر زي ايه؟ زي الانسان فاكر الانسر دي الانسر. طب حسب سؤال لو خدت بايوبسي فروم ذا ايدج اوف ذا انسر اشوف ايه؟ اشوف كاستلايزيشن الا الميكوزا بتاعت الايه؟ الجسم اتحولت لايه؟ الجسم ميكوزا عكس الايه؟ كاستلايزيشن. الاستومك لما تعمل فيها انسر الايدج بتاعت الانسر تعمل ايه؟ تستنى الكاتليزيا ليه؟ تكون مضبط سيلز سكريت نيوسين مش طرقان. هنا انا عندي تي بي اورجانيزم اللي احنا عارفين المايكرو ايه؟ اسيد. يعني ايه اسيد خاص؟ تاني لا مش بتستحمل الاسيد يعني كيف لا بيستحمل
abstaining, still you keep in the stain when it's supposed to lessen, but at a certain point you lose everything. يعني هو بيلازم بداية. فلما يحصل لي تيجي ألصة في الانتستين عشان أدين تبين أعمل إيه؟ جسري الميتابليزم. لأن ما عدا جسرايزيشن عشان أطلع HCL برضو ده نوع من الأدابتف بروسيس أو عملية أدابتف يكون باتش. خش فين؟ وتمالتبلاي جوه الماكروفيج. بعد كده الماكروفيج الفيرسل تنفيل وتريليس من البلاط. كده عندي حالة بكتيريا. لأن البكتيريا فين؟ طب البكتيريا اللي بتلف في البلاط ترجع تاخدها تيجي من توكسين سيلز في البلاط. وبعدين تريليس البكتيريا مع التوكسنز بتاعت بقى عندي حالة سيلفسيا. يبقى انا اول ما مريت بكتيريا وبعد ما مريت ايه؟ تطلع بسيمتوم زي ده. فالبيريود ما بين او الديوريشن ما بين بكتيريا اند سيبتسيميا ذيس از ان انكيوبيشن بيريود. يعني الانكيوبيشن بيريود بتعمل ايه؟ اللي هي الفتره اللي بتقعدها لما تجي لها سيمتومز اسمها الانكيوبيشن بيريود. مش ده الكلام ده في المايكرو؟ الفيروس اللي كانش بنشوفه عامل زي لايك البلح. عشان تكسر الموضوع زي كده في الموضوع لازم تريش الموضوع ده. يعني لو بتستريش حتى لو زي ما قلت لك قبل كده لما بتكون ريكت على كانسر الكانسر السليمه السليمه والدايجنوز بتاعها على فكره بتبقى صعبه وفي الغالب بيبقى دايجنوز اتليت ستيج لايف لان السيمبتومز بتوع ريكت على كانسر ار نون سبيسيفيك. بص كده ممكن يكون له ممكن يكون له سيمبتومز على طول عامل شيء خاص. ممكن دايريا تبقى نص صعب برضه بيفرق سفر فرون دايريا او دايريا دي بعد ثلاث اربع ايام يعني 2 دايز doesn't stop this كان الله حاجه مش كويسه برضه. كونستيبيشن بتخلص for more than 2 days برضه ريزيستنت كونستيبيشن is not a good sign. ثاني حاجه بقى unintended or unexplained weight loss or weight gain. يعني ممكن الكانسر يكون associated with weight gain. vomiting نار السطول اللي هو بول ستنس هو يعني السطول بس دي اللغه دي ايه؟ البيشن كان زمان ما فيش عندنا بيشن هنا هقول لك الكلمه ما فيش بيشن في مره يقول لك سطول او فيس يقول لك بول تمام؟ بعد كده تشينج ان سطول يعني ايه؟ البول بتاعته نص ديفرنت هو يقول لك لون السطول او البول السطول بتاعه مش سطول مش هو والسميث ديفرنت بقى يقول لك السميث بتاعته مش الطبيعي في الغالب هتعرض ان السميث والبيه مور اوفنسيف ولا لا؟ ليه؟ صدام ان في كانسر يبقى في نيكروزز في تحت النيكروتيك تيشو خلاص يعني الدور بتاعت النيكروتيك تيشو تبقى خلاص. بعد كده الجاز بروتين اند جرامس بعض الجرامس كده ليه؟ انا بتسيلتها لان لو كان في كانسر في الصوره في مستراكشن ولا لا؟ يبقى هيبقى في فيروس كونتراكشن في فيروس كونتراكشن في السيلانتي تشينجز. مين اللي اسمه الفتيك؟ المشهور ان هو ما فيش انرجي طول الدايجيشن ما عندوش مقدره على انرجي خالص. يعني بعد ما الكافيري حتى في الصدر جايب ده توتالي كامل وفي انيميا وفي كل الابدومينال بين اند السمبر يعني في المنظر ستيج الابدومينال بين جايب ده سجين بيقول عليه كلا الابدومينال بين عشان كده انتوا خدتوا في الفرما حاجه اسمها بين كلا بس ايه هم بين كلا الحاجات اللي هي ايه؟ الضغط في البيت زمان لما كنا بنيجي نعمل انفستيجيشن او كيس اوف كانسر يكون زي ما عملنا في الاسوفيجاس اكس راي ويز فيري سبال هنا بنعمل اكس راي ويز فيري انيما يعني بنجيب انيما في الكون هنا بتريد اوبيك. بص كده الحته اللي حوالينا الدايره دي المفروض ده الكاليبر ده كله وهنا الكاليبر ده شوف الجزء ده الكاليبر ده ايه؟ خضره هو ده الكاركترستيك بتاع الكانسر كورن ويسموا دي ابل كور ابيرنس. تخيل انك انت عندك التفاحه والعنقود بتاعها اللي هو اللي متعلق بيه في الشجره. هذه ابل اهي وهذه العنقود بتاعها بيسموا ده ابل كور ابيرنس. ده كاركترستيك شكل الكانسر كورن امتى؟ لو عملت اكس راي ويل ده يعني عشان تشوف كل ده تحت سهل جدا شخصوا من ده سهولة في الإكس تاني. طيب. خاصة ضربة الدرود الإكس مين فيها الجورج. تعالى نقرا الإكس تاني. 68 نيو مولت نعمل بوستو ستيشن فور 13 تشيك اب. رايح نعمل فحص عالي. ده
positive student wire. اللي كانت ضغطه معايا ان في ايه؟ بارسيستي ايرس. اكرونوسومي اكس بيرفورمين اند ليجن سي هير اكس فاوند اند سيجمنتال كولونيك سيكشن بيرفورمين. يعني الليجن اللي انت شايفه ده هو اللي شاف بيه الكرونوسومي حسب السيكشن اللي طبعا الحته اللي فيها الليجن. طب ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنت از موست ابروبريت تو ميك تو ذيس بيشنت ريجاردنج ذيس فايندينج. يعني هو جاي لك كذا جمله. بقول لك عندي واحده تقولها للعيان. فاحنا لو نشخص وبعدين نشوف كل عيان واضح جدا امشي هنا مع السن بتاع تكون شايف هنا الرجيب ولا لا؟ وهنا الرجيب ده. اما تشوف اي سن من الاثنين في السن والحته اللي فيها الرجيب اختفت اميديتلي يبقى في باثولوجي. لازم يبقى في الحته دي ايه؟ باثولوجي. الباثولوجي ده قد يكون حاجه من الاثنين. يا يعني اما حاجه تحت الصدمه الجزء بتجرب فبالتالي بتفرد في الجزء بتخليها فلات ضايع الرجيم، يا حاجه بتاكل الميوكوزا زي ما لقيت في التيومر وبيضيع الرجيم. هنا واضح طبعا الريجولاريتي او ذا سيرفس ان ده ليجن بيستروي الميوكوزا دي كانسر كور. طب هتقول لي معانا ايه يوم يور تشيلدرن ار هاي ريسك فور ا سيميلر ليجن؟ اسيكشوال ترانسميتد ديزيز ليفت ذيس ليجن، ذيس ليجن ان بريزنت اوف سموكينج متاسس على ليجن بيزيد بريزنت. عايز اسمع حاجه ليه؟ انت بتقلل. لو كان الكانسر ده معاه فوليبوزس كلها. هما كده بيتعاملوا عندنا حاجه اسمها جنتيكال شوكيه ممكن ولادك ما تنفعش. طب ليش انا بفرض ان السموكينج حشيش؟ يعني لما يجيله ان السموكينج كانسر يكون مفيش كانسر واسع شويه. طيب سيكشوال ترانسميتد ديزيز عشان شان الكانسر ترانسميت سيكشوال ابدا. يبقى الفضل ايه؟ ان لازم يعمل لك انفستيجيشن لان قد يكون الريجن ده عامل ايه؟ تصدق منطقي جدا. لو شخص كانسر تكون لازم اعمل لك انفستيجيشن عشان اسمي دي انفستيسايزنج التوراه حته ثانيه. ايه اللي هيقول الريبورتر في اللي قال ليه طب كان دخل سيستم التوراه ده معاك؟ على فكره اللي فيكم عايزين تخشوا من السن دي مش كده؟ اقول لكم كل امتحانات السن دي كلها عشان كده ما تخشهاش دلوقتي بامتياز عشان تكون اتعودت على الكبس شويه. 19 يوم اوف مان بص والسبيتيشن في الاربين شبه بعض مع الكبس عادي. The physical examination is normal except فالستون از بوزيت وفوق نفس الثاني بالظبط. الثاني ايه بقى؟ نفس القصه. يعني ده رايح يعمل روتين تشيك اب وده رايح يعمل روتين تشيك اب للبنسولام ما عدا وجود ايه؟ ار بي سيز بنسولام. اوكي. هقول نصهم اكسبرتومي اند ذير ار اوفر 100 ليجنز. شوف بقى شاف الميكروسكوب اكثر من 100 ليجن اوفر كولونيك ميكوزا اند بيوكسي اوف وان سيم. يعني لو شاف اكثر من 100 ليجن في الميكوزا في حكايه واحد وعملنا منه السلايد اللي انت شايفه. انت شايف ايه في السلايد؟ اولا في الجلوكوزا هنا في الجلوكوزا والصودا في كل طبعا في الجلوكوزا. الكل ده سيزايد ولا كونتريبيتد؟ لو بيتك ولا ملوش؟ لو بيتك وادي بقيه الكل. بص البيتك اللي بص بقيه الكل. انت البيتك او الاسطول فورم اوف نورمال كولونيك ميوكوزا. ده بناء فوق السيلز ورا الفرق. انما فوق قلل الكوفيد سيلز. ها؟ يبقى في نوع من الكروسانا اللي هي البوليس بتاع الكورة. سيبك من البوجار والفويد والهيدروبلاستيك الثلاثة من الكلاسيك بوليس اللي هم ايه؟ يوبلا ادينوما فيلس سينوما يوبلو فيلس ادينوما مظبوط؟ هيديله لما انه هيجيب اللي هي تلاقي السطوط بتاعها نورمال ميوكوزا. فيبقى ده عباره عن ايه؟ تيومر ادينوما. فبص كده والبوجار هنا قال لك اختار من دول ايه؟ هيريديتري نون جلوكوز ستون كارسون بس ستون كارسون. طب هنا هاي بس كل لا في اختلاف في الجيفانس اصلا سترايتس لا فمين اللي بيجوز سترايتس لو بتاعت ادينوما ستون البوجار سندروم اللي هو ده كل دوما ميوكوزا متخلص بيه ميوكوزا برضه بعض الجلانس دي بقى مفيش فيها كوفيد سيلز. ده معنى الكل هو كل اللي عملوه بليدنج ده
trăim în Tatălui, vii și ai de Domnul și cu gândul să ai de Domnul de să nu să tare, nu ai voie 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 să Thank you.
دكتور بس حضرتك قلت في الشرح في بنجمع وبنجمع ايوه
Thank you.
Sometimes drinking is not sometimes drinking is not alone, a living, or alcohol for a few days. Now, make sure to get ahead, drink alcohol for a few days. The patient's skin and the tiny webs are together. And I know it, drunks. It's happened to have lunch and drunk. For better than that, when I'm a third part, if you ask for my money, زي ما بتحس البين في اللندن اللي بتشوف
to the deep meaning sensation. In addition, there is giving of bitter taste and intensity in Maror Kapala, Rasara Petra. If you get the attention of the hospital as a person of the Maror, you will have Amzul Maror. That should be that way. عادي جدا انك تحس بتعمل كده بيتر تيست مش معاك مش كل واحد سوق مره كنت لابسه ان هو عنده ايه كويس استثمر يعني اهدى شويه ما تتابعش نوتش سم تايم كوميدي ريجل فور بيوتيك اند كوميدي ناس لوكينج حتى انا فور ويتنس ايه فور ويتنس يعني ايه فور ويتنس اللي هي بتعترف بس مش بتكلم الله 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 اللي هي بتقول العمليه صح الله يقول لك الباب بيتظبط هي دي sometimes there is sometimes concentration. I mean, habit is not fixed. I'm going to the X-ray is shown off. Look at the X-ray. Red circle is encircling the gold bladder. Or gold bladder is filled with modern stones. The patient is suffering from heart. Cause it's fighters or not? A dude of chronic with cancer information is still or not. But this is called the chronic calculus cholecystitis. Chronic calculus cholecystitis means you have chronic inflammation of your bladder with a stone, formation. And then an official acute calculus cholecystitis. And an acute cholecystitis and acute cholecystitis. And chronic eyes are chronic for chronic calculus. And chronic will be calculus or non, and an acute non-rare calculus. About our classification? Thank you.